خير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقة جديدة. وين جايب الرون؟ وين جايب الرون؟ حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من الرشيد والناس، بالتحديد من تقاطع البياع. يعني اكو امور لازم يلتزم بيها هو المواطن نفسه حتى يقدر يمشي بالشارع. الله يساعد المرور والله يساعد المواطن، ثيناتهم الله يساعدهم. لو طبق القانون بصورة صحيحة أكيد ما راح نوصل إلى هاي المرحلة. مشاكل كثيرة تمر على المواطن العراقي بين فترة وفترة، ومشاكل تعايش وياها بحياته اليومية وخلاص طبع عليها، من خدمات من غيرها من السلبيات الأخرى اللي تراكمت على كاهل المواطن العراقي ما يقارب 17 سنة. نريد نتحدث عن التجاوزات فهي موجودة لأن ماكو بديل. نريد نتحدث عن الخدمات فالخدمات هي أصلا ماكو، يعني الخدمات ماكو، الخدمات منقطعة. صباح الخير، كمل حديثنا. فكل هاي السلبيات اللي دي يواجهها المواطن مفروض اكو دور من الحكومة العراقية يكون هو الدور الاكبر للخلاص من هاي المشاكل. ما ندري. تعال صباح الخير، شلونك؟ هاي شنو هاي بسطيتك؟ شلونك؟ الحمد لله. شنو هاي بسطيتك؟ ما حلويات؟ ايه. تفتر بيها لو افتر بيها؟ افتر بيها. وين اليوم راح توقف؟ انا افتر ما اوقف. اها. شلون رزقك؟ الحمد لله. الحمد لله وشكرا. قد عمرك انت؟ 18 سنة. عايش في المدرسة مو؟ لا داوم. داوم وتشتغل؟ ايه. شلون هذا الرزق؟ قد تطلع باليوم؟ 20 15 حسب. حسب؟ ايه. ايه الحمد لله وشكرا. حسن من القعدة. الحمد لله. مو؟ ايه الحمد لله. الله يزيدك. الله يزيدك. هسه انت وين حتروح؟ روح هيك افتر. فوت يعني جوا بالمناطق، حي العامل، بالبياع. يلا الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك. ابو جقال الله يساعدك، شلونك اخوي؟ السلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام. شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. دوام التحاق؟ التحاق والله. التحاق. الله يحفظكم. الله يسلمك. وين؟ والله الكركوك. الكركوك. شلون الطريق دائما انت رايح جاي؟ والله هو طريق سالك امان بس. لا كخدمات امان موجوده الطريق، كلنا ندري بانه امان. تعبان والله. يعني محفر كلش وسايد واحد. ايه. اكو طريق من الخالص طلع ضيع ما ادري يشتغلون به يعني تبليط وهاي بس مسدود يعني. زين انت من هنا تركب كركوب؟ لا انا من هنا انتظر ولد صاحبي نروح وياه. وتتوكلون؟ الحمد لله. هناك الامين شلون بكركوب؟ الحمد لله والشكر معك. يعني الوضع زين الحمد لله وشكرا. الله يحفظكم. الله يوديك ويخليكم. الله يسلمك. صباح الخير. صباح النور. حياك الله استاذ مصطفى. شلون صحتك؟ والله بخير ونعم الحمد لله وشكرا. شو اليوم ماكو مفتح؟ لا الحمد لله موجود. ها فتح اليوم؟ الحمد لله وشكرا. شلون وضعيتك؟ والله الحمد لله. هو كل مره احنا نحكي بعد انت تعرف. اي وضعكم تعبان. الحمد لله وشكرا. شو تسوي؟ مين انت قلت لي، من الصويره ولا من الناصريه؟ ربي يحفظك استاذ العزيز. احنا من الناصريه من الرفاعي. من الناصريه. اي يعني كل ساعه ونعيد الحديث شركات النفط وتعرف انت بعد حل القراف النفطي. ايه بالناصريه. شغله البنغلاديش غير؟ اي مو عن اي مو بس البنغلاديش، هواي شغلات تصير. هو يعني بعد واحد عيب يحكيها يوميا على الشاشه وانت تعرف استاذ مصطفى. احكيها احكيها ليش احكيها؟ يعني الواسطات وتعيين بفلوس. يعني هسه انا قابل عشان اخاف من عندهم انا، بس هو يوميا جاي نطرح هاي السالفه. ربي يحفظك استاذ مصطفى. يلا يعني هسه احنا هنا ببغداد هاي المطرح. وين رحت شلون؟ بس خلنا خدمتك بشغله. عزيزي احنا بانين هنا بالمعارض، بانين غرف طين. ايه. والمطر يعني هسه الدنيا مطرت ترتاح تنام لو تطلع مي من الغرفه مالت الطين وتشمر مي. الغرفه وقعت علينا ملابسنا ملابسنا نقعت بالطين. الشغله يعني بس نقول احنا شوف اكو شغله احنا راضين عليها نقول الحمد لله والشكر. ايه. على كل حال. ايه. احسن من ذاك الموظف اللي ما راضي عليه رب العالمين. احنا راضي علينا الله بس هذا الموظف ما راضي عليه. الحمد لله والشكر دارت الامور وواحد يرجع وواحد يجي
واوجه من خلال قناه السومريه واستاذ مصطفى العزيز وكذا ياسر هال رشيد السائر رشيد عفوا حسب السومريه العفو يعني انا حاجه عن رشيد إيه؟ تعرفني انت هم صديقي يعني اوجه كلمه الى شركات النفط وحقل الغراف النفطي اذا اليوم انتم تحكمون ترى باكر ما تحكمون وانتم تعرفون الشعب والشعب ترى الناصريه مو هينه وتعرفون الناصريه وشغلات وايد جايه تصير يعني شنو يعني انت يعني ولد المنطقه ما يتعينون احنا شايفين باقي الدول احنا هسه باقي الدول شايفين يعني الاولويه لمن لاصحاب الاراضي يعني هسه لاهل القاع لاهل القاع يتعينون هسه لو كل بيت هسه احنا اربع عدانا اربع مرضى الله شاهد اللي يحكوا يعرفون انت عين لي واحد من بيت هسه لو كل واحد مو بيت يتعينون سته بيت ولا واحد وين العداله يا المدير ما تحكون وياهم انتم ما تحكون وياهم والله نحكي بس اكو تاثيرات بعد اكو ناس رؤوس كبار هي تستلم هذا الشيء يعني مو التعيينات بيد الاحزاب نقولها عم الشركات بيد الاحزاب والشركات لازمه الاحزاب وساحه السوداء اللي انتخبناهم وانا اريد اوجه كلمه من خلال قناه الرشيد اريد اوجه كلمه ثق بالله استاذ العزيز مال الانتخابات واحد ينتخب بعد ما ينتخب حتى احنا هسه غير محسوبين على الخط الشيعي مع احترامات الجميع مع احترامات الجميع يعني الفئات ويعني الدين والاسلام اللي يجمع العراق بس احنا هذا الخط المحسوبين عليه مع الاسف هو هذا الخط الشيعي المحسوبين والحكومه هاي صارت خط يعني خط الفقر الادنى بعد ايش احكي لك استاذ العزيز الله يكون هواي شغلات ولو انا طولت عليك استاذ العزيز اوجه كلمه لش اسمه حقل القراف النفطي المسؤولين على التعيينات المسؤولين الامنيات جاي يبيعون الامنيات بعشوائي ب 30 ورقه تعيين ب 30 ورقه بس خلنا خدمك ان شاء الله بس انا 30 ورقه جاي يبيعون و40 ورقه يبيعون الاسم الامنيه 30 ورقه و40 ورقه جاي يبيعون اسم الامنيه زين الفقير منين يجي اذا انا طلع لي يوميا 10000 هاي البسطيه مالتي جوال اذا طلع لي 10000 انا يوميا الحمد لله ومتزوج وبالناصريه وجهالي بالناصريه واحنا يدق علي المطر ببغداد وين العداله وين الانصاف يعني بس الدخان يعمي ويفترون بجكساراتهم يا استاذ العزيز وين اغلبيتهم انا هم عند اخوان موظفين الحمد لله والشكر يعني درسوا وتعبوا زين هاي التشريد شلون تدز لاهلك ايش قد تدز لهم يعني اذا تبي اليوم 10000 شي يكفي لك اكلك شربك هم شي يكفيهم والله شناكل يا استاذ العزيز شن دزلهم ندزلهم يعني عدي ابوي مريض وعدي التقاعد وعدي ثلاثة مرضى اربعة مرضى شو دزلهم بالشهر شقد شد اظل هنا 20 يوم اخذ 250 300 الف اروح بيه هنا اظل 10 ايام 15 يوم يخلصن وارجع وهيك والحبل عجرار والحبل عجرار وانما هي منطقتنا ذات يد الشغل العراق كله يشتغل الحمد لله والشر هسه خليه يشتغل الف عافية يشتغل ببغداد وبالبصرة وبالشطرة يشتغل بس غير الاولوية لابو القاع وانت تعرف بعد استاذ العزيز ترى انا استاذي محروق قلبه هاي شويه وربي يحفظك وانا اسف حسبانا قناه السومريه يلا ما قناه الرشيد قناه الحقيقه وربي يحفظكم استاذ العزيز استاذ ياسر وتحيه وصباح الخير على العراقيين جميعا بس ثق بالله ترى ما عندهم هذول اصحاب الشركات اذا اليوم موجودين ترى باشر مال هي الدوله ما تبقى مو اصحاب يلا مشكور حياك الله هلا بك شلونك الله يبارك عمر طيبين ان شاء الله الله يسلمك الله يشكر عليكم ان شاء الله شلون وضعك والله وضعي تعبان عندي تقاعد هنا صار سنتين ونص وطوني هويه وهذا لحد الراتب ماكو وين هويتك؟ زين ها عمو ما اعرف شنو السالفه يا ابني هاي هوية هاي مستندقة هاي ما تقاعد يعني ما راتب بيها؟ لا شنو السبب؟ السبب ناس يقول لي عندك نقص ناس يقول لك مشكلة ناس على سند على الموازنة وها صار سند شنو عن المتقاعدين مو يستلمون شنو والله يا ابني هذا الوضع ما ادري ومعاملته صحيحة وفايل ودفتر خدمة وين بدأت تقاعد العامل أو بالوثبة؟ لا بتقاعد العامة بتقاعد اي والله اي والله يا ابني اي نساعدك فيها ليش لا؟ والله كفو منكم خلينا نشوف شلون نقدر نساعدك والله ان شاء الله يساعدكم الله ويرحمنا ويرحمكم الله بالدنيا والاخره دل العام يا معلم خلينا نشوف شلون نقدر نساعدك عندك تليفون مو؟ تليفون ما شايله والله يعني ما اعرفه زين اعطيك رقمنا؟ اي والله وانت تخابرنا؟ جزاكم الله خير طيبين الله يبارك الله بابا هلا بيك هلا بيك ان شاء الله هلا بيك شلون تعال تقرب علي يا حماده مليون ونص
مدى فتيه مش يدفع فلوس، دفع مليون ونص وياخذون منه فلوس، يقولوا له باكر وباكر. المن دفع مليون ونص؟ المن دفعت المليون ونص الواحد. يعني رشوه؟ والله بعد ما اعرف، يقولوا له نسوي لك المعامله، يسوي له المعامله كل شيء ماكو. المعقب. اي. المعقب الا ماما تعال. او هاي هسه والله العظيم قاعد وساكت، لا راتب لا شيء. وعنده برقبته اثنين بنات وولدها مصغر. يدفع فلوس؟ لا لا هذا عمي. والله. اه هو وياه. زين. هسه احنا راح نعطي رقمنا. ان شاء الله. تواصلوا ويانا خلينا نشوف شلون نقدر نساعد. يا الله والله علوه. خلينا نشوف شلون نقدر نساعد. هو هم شويه ظهره تعبان المريض. خلينا نساعد بالمعامله ان شاء الله. ان شاء الله. حياك الله، اهلا بيكم، اهلا بيكم. ها ماما شلون؟ السلام عليكم. يعطيك العمر والعافيه، الله يرضى عليك. ورحمه لامك وابوك، يعني بس هو السؤال قدام الكاميرا وقدام الناس. قولي. انا صار لي 14 سنه ايجار. ورجلي مريض ومرض ذاك بالمثانه. زين يعني حياته يعني بين الموت، وانا اشتغل مره منظفه. زين؟ وهذا ابني صار صدفيه ما صار زين الا بروح التاسع من خليفه الشرجي مخلف الله عليه. زين وهي يعني قاعده بشقه هسه هي 250 بس شنو يعني تعبانه فد مره حتى الحائط مالتنا وقع. وهي هسه سوينا هاي مال اوراق على اساس مال قيعان وكلها كذب هاي من ذاك اليوم لليوم. الراجع المكاتب شو قالوا عمي كذب ماكو شيء. تجي على القاع بالملايين واحنا يا دوب يطبلنا 300 بالشهر مثلا. العم والله وياك. 300 بالشهر زين هاي شو تسد لنا؟ والعيشه شلون؟ هسه رايح المستشفى جبنا العصبيه همين حرم هم دوخه وما ادري شنو اقول. شنو تردين اساعدك؟ قولي لي فهميني. والله يعني شو ما ادري، يعني واحد يريد له سكن يعيش به، اخلص من قصه الايجار، يعني شلون ما ادري. والله رجل ذاك ولا حرام حي الجهاد احنا، قاعد وساكت روح شوف. خلي العالم على راحته، عوف العالم على راحته. زين. اي والله العظيم. زين. يعني انت اللي محتاجه سكن غير قصدي. اي والله حرام بس السكن، لانه هو هذا تعال لازم تحوش وتقوش وتجيب فلوس. وتطي اذا ماكو يهججك بالشارع. والله يما يعني ما اكذب عليك، اللي اقدر اقدمه لك ان شاء الله ما مقصر، بس مال سكن ما اقدر اوفر لك عن السكن. والله عمي الله يعطيكم عمر وعافيه ان شاء الله ويرزقكم. يعني اساعدك اي، تاخذين رقمنا تتواصلين ويانا تجينا تبرعات اساعدك، بس مال سكن ما اقدر يعني. الله يعطيك العافيه، والله انا حتى لو مو لي حتى لهالعالم هاي الفقره، يعني خلي يسوون هالقيعان هاي يبنون عليها مولات، يبنون عليها لهم اشكال والوان. يسوونكم سكن هالناس هاي، والله كذب لا سكن ولا هاي، والعالم كاتلها الجوع وقاعده وساكته. والله يرزق الله يرزقك بجاهول احسن ابو عبد الله. هلا ماما هلا بيك. هاي وضعيه العراقيين. سياده العميد صباح الخير. شلونك؟ عميد سلمان مو صح لا غلطانين. شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك، الله يعينكم على هذا التقابل. الله يديك، الله يبارك فيك، هذا واجبنا. يعني يمكن هذا من اكثر التقاطعات اللي موجود بجانب الكرخ مزدحم. مزدحم هذا بسبب الجراجات اللي مسدوده. الكيات كلها قاعده تطلع للشارع وقاعده تسبب لنا مشاكل ومع المواطنين، واحنا يعني نحاول تشتيت الكثافه المروريه في شتى المجالات. يعني الحمد لله وشكرا. هسه انتم اللي نشوفه احنا مسيطرين على الكثافه. اي مسيطرين قبل قليل بس هم اكو اشكالات من اهل الكيات اللود مالتهم. لازم هي لانه هذا المنطقه تقريبا اكثر من 100 خط على هاي المنطقه. نعم يعني تقريبا بالالف جاي على هاي المنطقه بس هذا تقاطع معارض من جميع المناطق. فيعني جاده تلاحظ احنا باي وسيله نبعد الكيات عن التقاطع حتى يصير المواطن يقدر يعبر براحته. هي هاي الدراجات لو تنفتح ماكو اشكال بعد. اي والله ماكو، لو المواطن يعني يروح ويركب جماعه يعني الجراجات، مسؤول الجراجات المفروض يعني يتعاونون ويانا. يعني ما يعني ليش مسدود؟ اما ليش مسدود؟ ليش زاديها؟ ما لها داعي. ليش زاديها؟ ما لها داعي. يعني غلقها هو يقلل من اللود والزخم بالشارع. والله يصير اجتماع ويانا مرور ويا جماعه الجراجات ويا جماعه البلديه. هم يعني من على الباعة المتجولين مثرين على الشارع ماخذين ارصفه ومخلين المواطنين يمشون بنص الشارع. يعني حالها شكل هاي ما يصير هالشكل. الناس يعني تعبر بعبور عشوائي. الله يكون بعونكم. حاضرين. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. عميد محمود نائب مدير بغداد كر. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. انا سياده العميد. تعالي ماما تفضلي. ما تدري يطلع وجهك؟ اي تعالي. تعالي خلي ظهرك على الكاميرا. هسه من راح توقعين امي تعالي هنا. شلونك؟ الله يسلمك. الله يخليك. خاله احنا على مود البيوت التجاوز، احنا بيوتنا التجاوز نظاميه. ما مأذين احد.
اللي بصفنا قاعد يأذينا يخبر علينا، احنا مشتريتها بفلوس عالي، انا احسي مال بياع بيتي عيالي باعه، انا اخذت بهذا المكان ما عندي تقدرة فلوس تجاوز اخذته ب 26 وحدش قاعده تجاوز غلكم بيوت بصفه يا ابني بيوتكم احنا عدله ونظاميه والشارع مبلط ومرتب وما لها يعني من سنين من سنه ال 2000 هي موجوده يعني من يجي واحد من البيوت الشبعانه 400 متر يجي يبلغ علينا احنا ما لنا اذيه يبلغ على شي يجوز يبلغ على بيوتنا يقول هذا ني تجاوز ليش هي الدولة ما تدري تتجاوز؟ ما يدري بينا من 2000 قاعدين من كان النظام موجود؟ كلها تدري التجاوزات موجودة صح لا لا قابل الغشمة عشوائيات والله هو شنو هو رتبة وهذا العال ما مأذينا حد حتى ناس مرتبة مثقفة القاعدة بيها لا لها أذية كل من قاعد ببيته ساكت حتى يعني بيت يعني شارع نظامي احنا مو شارع نظامي كل ما خبر كل ما راد اقاع من لي اللي غاد يجهز علينا احنا الشارع اللي بيه يعني شو يسوي لكم؟ يروح يبلغ يخلينا يعني تجينا العالم من يبلغون من يجي عليكم؟ والله ذاك اليوم قالوا جايين على اساس هذول المقاولين منو؟ انا كنت ما موجوده وقتها سولفوا لي الجوارين يعني انت تبلغ علينا ليش؟ يعني احنا بيوت نظامي على الله على الله تجينا البلديه تقول لنا تعالوا خذوهم بالاقساط نقصد شهريا سنويا احنا نقصد ونعطي نتمنى هذا الشيء بس احنا بنيناه دبينا عليهم يعني انا هسه ذاك العام انا بانيه بيتي خير من الله فلوس والله الداي يعني توسلف وبدري شنو سويته من وين نروح اجار 500 كنت قاعده واحنا كنا كاسبين ولدي اثنين حمامين وابوهم تاكسي سايبه وين نروح وبناتي اثنين ومكنه كلهم اللي ويانا يعني عائلة تعبان وين نروح؟ يعني الشبعان هو يريد والله صدق اللي بصفنا يريدها يريد ياخذها يسويها بيوت يقسمها رحم الله والديك الله يحفظك شلبي شلبي صباح الخير صباح النور شلونك حبيبي؟ حبيت بس اسلم عليك واروح عوب الكورونا عوب الكورونا هي كورونا ولا هو شعب بعد ابتلى بس حبيت اسلم عليك لا اكثر ولا شنو شغلك ورايتك؟ والله هنا اشتغل كاسب على باب الله شو تشتغل بسطية؟ لا والله عندي ابيع شاي على باب الله. شلون رزقكم؟ هو رزق الحمد لله، هو احنا لو ما الله هو لو ما احنا الله لا كان نحكي حكاياتنا بس ويا مثل تحكي تحكي وتتعب ماكو فرق حبيبي. زين هاليادو هذا لما نشوف شلون الله يحلها اذا تبقى على الحكومه لا والله اغسل ايدك، هسه انه هاي البرتيقه الجديده مال البلديه، عوف العالم خد تشتغل هسه لا دوام لا تعيين اسمعني بس خليني اخدمك، لا تعيين لا وظائف بها خير لا رواتب عمك انه قبل يوم واحد يوم اثنين الرواتب تستلم هسه بشرفك يوم 20 يوم 18 وراتب ماكو دولتي ايش عمي هاي عمي والله العظيم عيب خزونه قدام الدول ضحكوا علينا عمي روح شوف العالم وين وصلت بشرفك احنا الشهر انا اخويا منتسب شهر الثاني يطب يوم 17 يوم 20 يروح يستلم راتب صدق تحكي تكذب وين احنا عمي هسه لو ما بلد احنا 50 يوم يلا يستلم اي بالله ليش يسوي المتقاعدين؟ والمتقاعدين راح هسه مو انت اقول لك الكاظم مش قال رئيس الوزراء قال انا بشهر الواحد يمكن ما كرواتب مو عمي قبل يومين الله وكيلك بالاخبار قريناها قالوا الكاظم يعلن شهر الواحد راتب ماكل العراق يعني خلي العراق من هسه خلي يلم له حصه خلي يلم له كم حاجه يضم والله نضحك على روحنا هسه احنا مين نطلع نسولف انا كل ما بالامر الله وكيلك مو على مود فشي الارض اسولف نسولف تتعب شنو اللي هسه سولفنا شو راح يقدم؟ هاي من 2005 احنا قاعد الله يساعدنا انا ايش قد اسولف وياك مو انت الله يساعدك انت واحنا انت هسه ايش قد صار لك اعلاني تطلع سولف تطلع تطلب رايات العالم بس ما حد يعطيك نتيجه حبيبي هي مو هنا المشكله ودعتك انت عبنا نفسنا ماكو فشي مستجد انا هسه اخر تطوراتي دا اشوف الراتب صار له شهر والشهر الثاني الدوله بس كلها نحو الاسوء بس خلينا اخدمك الراتب شهر ما يخالف رضينا فيه البلديه سايقه على العالم زين انت زين انت على عينه على انا طبعا شوف الاستاذ مصطفى الكاظم احترمه رجل يعني مرتب بس ما يخلوه يشتغل هاي شيء منتهين من عندي اقول لك هي هاي السالفه ما يخلوه يشتغل يا اللي يجي يصحى وما يخلوه اي ما يخلوه عمي يريد يشتغل وما يخلوه يشتغل انا اقول لك انسان هو يعرف شلون يتصرف بس ما يطوف ورا يريد يشتغل بس ويقدم يقدم بس بنفس الوقت اقول لك هسه البلديه سايقه على المواطن زين هذا المواطن هذا بالبسطيه رحمه على والديك هسه هو لو عنده راتب يوقف هنا لا لو عنده تيجي مال رعايه اجتماعيه راتب رعايه اجتماعيه يستلمون كل مواطن 50000 زين هال 50000 شو يسوي بها؟ يعطيها لابو السحب يعطيها ايجار
يعني حكينا هسه شنو الفائده؟ كل فائده ماكو. فاشوفك بالخير حبيب قلبي، رحم الله والديك في مال عمر. هاي وضعيه العراق والعراقيين بعد خلاص وصلنا الى مرحله يمكن ما نقدر بعد. بلا تعال تعال خلينا نتقرب، خلينا نشوف العالم هنا. البسطيات والتجاوزات اللي موجوده بكل مكان في بغداد. صباح الخير، شلونك؟ شلونك؟ الله يحفظك. شلون رزقك؟ والله الحمد لله على الله. من يا سعد فتح؟ بستة. والله هم يجوك البلديه ويعزلوك لو لا؟ والله ها لا يعني زينين. جاك الدين شو السؤال؟ زين لو يسوي لك مكان بديل تفتح بيه تروح بيه؟ اي طبعا. مو احسن لك من الشارع؟ طبعا احسن لي من الشارع افضل. يعني ستة هنا مختار؟ اي طبعا. وين بيتكم وين ساكن؟ ما بالبياع. بالبياع؟ شلون البياع خدماته؟ والله زينين الحمد لله احسن البياع. لا لا زين البيع ما غرقت. مجاريها زينه؟ اي زين. كهرباء زين الحمد لله. شنو تشتغل؟ تدرس لو بس تشتغل؟ لا انا بس اشتغل متزوج. اه بسيطه. اي متزوج ما شاء الله. ايوه عندي جهاز. الله يحفظهم لك. الله يحفظهم لك. الله يسلمك. الله يزيدك. تسلم. الله يزيدك. كلبي كلبي. هاي وضعيه العراق وهاي العراقيين. السلبيات اللي تراكمت اكثر من 13 سنه هسه بدت واضحه. صباح الخير. بس توقف دير بالك، توقع دير بالك. شلونك؟ لا ما تشتغل. انا منتسب. وشو ما ملتحق له هسه راح تلتحق؟ لا هسه راح التحق. هم كركوك؟ لا. اه زين. يلا الله الله يحفظك، توصل بالسلامة. احنا بظل ظروف واوضاع غريبة عجيبة. يعني ما ندري العالم وين تروح، شو تسوي، شنو اللي تنطيه، شنو اللي تقدمه، شنو اللي المفروض تاخذه من الحكومة. ما شفنا خير من 17 سنة، ما شفنا أي خير. شلونكم؟ شلون صحتك؟ سلمك حبيبي. عايزين دراسة هون؟ إيه والله. أنا خريج ثالث. إيه ما شاء الله. تعال شوي دريم. إيه؟ إيه والله. ماكو شغل وتدري هاي الأوضاع. هاي بسطين. إيه والله. على باب والله شو أسوي؟ زين. تعال هنا أنا تعال. تعال حتى خاف احد يجي يريد يشتري من البسطيه ما دام صاحبك قاعد يبيع. هذا هذا اخوي اخوك. شنو يعني معيش البيت انت؟ والله يعني تدري والدي موظف. بس يعني مثل ما تعرف شباب تخرجت الثالث وشفت ماكو مستقبل. عفت الدراسه. اي لجيت هاي الشغله. يعني بس هاي يعني هو شغل مو عيب. لا شغل بس هاي الشغله هم مؤقته يعني. مؤقت لا مو بس يعني هاي الشغله ما معتمد على الشغله، عندي اكثر من مهنه. زين. يعني احنا ثلاث اخوان. انا خلفاتي عندي كارات وهاي السوالف وافران يعني يومين ان شاء الله نمشيها. طلع العلاقه مالي الحمد لله. لو تطلع لو ما تطلع؟ لو تطلع لو ما تطلع. وين ساكن يا منطقه؟ هاي البيع. بالبيع شلون وضعيتك؟ الحمد لله. خدمات زينه كل زينه. اي زينه. بلي طيلكم شوارع؟ والله هسه احنا عندنا الفرع الشهداء بيها مو تبليط، نص ونص مثل ما تعرف. نص تبليط ونص مو تبليط. اي والله. الله يكون بعونك. والله هديك قلبي حبيبي. حياك الله. ممنون يا قلبي. هلا بيك يا حبيبي، هلا بيك. السلبيات تزيد يوم بعد يوم، ما نعرف شنو حلها. شنو اللي المفروض يصير؟ طبعا اجراء صارم من شرطة المرور بالتقاطعات هو هذا الصحيح اللي نريده احنا. من أجل أن يقدمون الخدمة الأفضل إلى المواطن. أبو الدراجة أو أبو الستوتة من يجي ويفوت برون هذا شيء غلط ما مسموح. من نشوفك قانون بالشارع نفرح بصراحة. يعني صح العالم كل من حائر بهمه، لكن القانون لابد أن يطبق وهو الصحيح. فاحنا نتمنى ان يطبق على الجميع القانون. هاي اتوقع الهيئه، اتوقع الهيئه، اي اتوقع الهيئه هاي. والله خلينا نتقرب عليهم، خلينا نتقرب، تعال خلينا نشوفهم. هاي هي الهيئة يمكن مال نقل، هي المحاسبة التكاسي يمكن والكيات. صباح الخير، شلونك؟ شلون صحتك؟
100,000 الهيئة؟ اي نعم، مدير جراج البياع. مدير جراج البياع، ليش مسدود جراج البياع؟ مفتوح. لا ليش الكيات ما تفوت؟ ما تفوت لأنه العبري ما يدخل بالجراج. هذا واو يوصل هنا وما يوصل للجراج. زين شلون احنا نخلي لازم الكي تظل بالجراج والعبري يظل بالجراج؟ قبل فترة سوينا حملة دخلنا كل السيارات وكل السواق دخلوا للجراج. الا ان العبري ما يدخل. احنا عندنا يعني يظل العبري من برا؟ يظل برا. يعني السائق نسيطر عليه احنا وفق القانون، بس العبري ما نقدر نسيطر عليه. احكي اقول لاخي سيارات عندنا بالجراج وجراج مؤمن ونظيف وحتى كحالة امنية همينة، يعني سائق معرف. انا هسه سائق ما نعرفه جاي يصعد العبري راسا ما نعرف يعني نتيجة شنو. زين هسه انتوا هنا هسه من نزلتوا هنا شنو حيكون دوركم؟ يعني راح تحاسبوهم؟ احاسب ايه، احاسب المركبات اللي دا تحمل منها اخذهم اقطع لهم وصل مخالفة، يجي يقطع يرجع نفس المكان. زين والحل؟ الحل هو هذا، الا العبري يتعود انه يدخل للجراج، وهاي بصعوبة. يعني احنا العالم اللي دنشوفها حمادة نطيني، يعني هسه هاي العالم كلها عبرية. نعم. تركب كيات من التقاطعات ما تفوت يعني كل الجراج. عموم بغداد هي صارت بالشارع، صارت كل الجراج مو خاصة اي كل. سوينا حملات ويا عمليات بغداد ويا افواج الاتحادية ما نجحت، دخلنا السيارات بس العبرية ما دخلت. المرور مساعدنا بس العبري يعني تعود بالإشارة ينزل ويصعد. يعني بوقتها قبل فترة دخلت لي بحدود 400 سيارة دخلا. زين جوي سواق حاج جوني قالوا أستاذ يعني إلى متى إحنا عبري ما يجينا. زين تفضل. نعم الله يسلمك الله يخليك. أي مباشر بث مباشر تفضل. شكرا. أي يا حبيب قلبي. إيه إيه وهذا الموضوع اللي دا يصير عندنا. يعني ماكو حل؟ لا الحل انه اذا يصير بعد شويه الاجراء يكون اشد. السيارات تنحجز، اي سائق مخالف ينحجز من قبل المرور. هسه توقف يمي راح نفتح العالم نحكي وياهم واقول لهم يا ليش ما تفوتون؟ صباح الخير حبيبي. شلونك؟ والله الله يخليك. زين هسه انت ويانا وين هاي العالم؟ تعال يا بسالهم ليش ما تفوتون؟ شنو السبب؟ صباح الخير. ماكو العالم كلها ما تريد تفوت للجراج. ماكو اسئله تشوف هاي العالم مو مريد يفوت. لا الخلل بالسائق. السائق اكو فرق بالسعر؟ نفس السعر وهنا اغلى. بالجراج سعر رسمي بس هنا يشتغلهم اكثر. يعني هسه الجراج وين؟ الجراج وين صاير؟ هذا الجراج بعد ورا المعارض. لازم يفوت جوه بالمنطقة. ما يحكي رخصة. اي تفضل. دائما اختيار الموقع هو غلط. اختيار موقع المراب. شلون يعني؟ اي تفضل. هنا المفروض الموقع هنا يخلوه بالاخير. العبري ما يجي بالاخير. يعني المفروض موقع الجراج وين يصير؟ من خصته كومنيشن. المفروض وين يصير الجراج؟ يصير هنا بالبداية. يعني المفروض الجراج يصير هنا بالتقاطع. اخي لا 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 هذا مو لا. الجراج هو صار يعني هسه انت ذا السؤال كذا سنه هو موجود نفس هاي العالم كله وجراج ناجح كل العالم بنشوفها ماكو مستحيل يفوتون الجراج. هسه تسال اي مواطن ما بس من رخصتك بدون زحمه في السؤال وين نزلت حضرتك هسه؟ آه يعني ليش نزلت هنا؟ غير مكتوب للشارع. زين للمنصور. وراح تركب كية. زين الكية بس اسمح لي. الكية راح تركبها من الجراج ولا من التقاطع؟ لا من التقاطع. ليش مو من الجراج؟ يعني قليل اكو سيارات وهم قليل ناس يعني تصعد. شنو السبب ما العالم ما تفوت للجراج؟ سايق ما بيوصل للجراج. تقريبا مثل ما قال. شلون؟ مثل ما قال يعني تقريبا سيارات قليل، سايق مهما يجي لي جاي اكثرية السواق منها. يعني صرت اخير منك شو نقول للسرعه يعني. اي وانت اسهل لك منك. اي اسهل للسرعه بس. شكرا حبيبي شكرا. توكل بالله حياك الله. هلا بي ورا دوام ورا السايق يصعد منها بدون سرعه. اي اي لازم بالجراج لازم اكو نظام. لازم اكو. شنو الاشكال؟ شو اسوي؟ اوقف البث؟ ما اوقف البث. البث ما وقفه. لواء انور مدير اعلام شرطه الاتحاديه عنده علم
نادوا تردون شنو تردون سووا سووا. البث ما اقدر اوقفه زين، بث المباشر ما يوقف، بث مباشر طالعاني ما اقدر اوقف. حاسب المخالفين شي حاسب، بس شي يسوي للمخالف يعني؟ المخالف المفروض السايق بمكان ما يذب العبريه هنا يذبهم باب الجراج. سيارات عندنا بداخل الجراج يتحرك الجراج يقومون، اما يذب العبري هنا العبري يضطر يمشي. تعال عمو تفضل. العبري يضطر يمشي يحصل له سياره، وهذا غلط. سايق بدون سيره هنا لخدمه يمشي ليصيح با معظم با معظم كذا وصعدهم وراح. نعم. في حين بالجراج يلزم سيره لازم. بحس الحجيه باع. ايه واقفه لي. حجيه صباح الخير. شلونك؟ هسه الحجيه تي توقف. تركب منا انا. اسمح لي اسمح لي. أي. أي. احنا نشتغل هنا بالاشاره. اي تعال هو منحاسب السواق هذا ما يقبل نحاسبهم لانه ينطوه كل سياره هو يوقف هنا ينادي صباح معظم باب الشرق يعني. فينطوه ينطوه 500,000 من يجي هنا أي. يعتبر انه احنا ضارين. أي. نقول له يابا خلينا نشتغل احنا ما لنا شغله بيك. ضرب 3 موظفين عندنا، واحد بالانعاش وواحد 7 خياطات والثاني حاليا عينه نزيف. شلون ضربه؟ يضرب يضرب طابوق، يضرب يضرب بحجار. شوف فمشكله مشكله يعني هذا الولد مشكله يعني هذا هذا مني من مني يغيب القانون يعني نشاهد هيك امور. الصور جت الدوريه من اجل كسر الجام مالتها. تحكي وياه تقول له يابا روح عمي وخر من يمنا ما يفيد. هسه احنا شلون راح تقدرون تسوون طريقه بالتعاون مع الأستاذ كريم مدير النقل الخاص تسوون طريقة بأنه تقنعون المواطن؟ نعم. أن يفوت تفضل أن يفوت للجراج شلون؟ نقنع المواطن؟ أي شلون هسه المواطن ما يفوت هسه هاي العالم كلها غير اكو تقصير بالجراج هاي كلها العالم ما تفوت للجراج تقصير مو غير اكو مثلا ماكو سيارات ما حد يفوت سيارات متوفرة قلت لك قبل فترة سوينا حملة بتوجيه من السيد الوزير والسيد المدير العام وزعنا أوراق خلال 20 يوم قمنا نعطينا علم للسواق يوم كذا بالشهر اللي ما يدخل يتعرض للمساءلة القانونية. السواق امتثلوا 3-4 سواق دخلت للجراج فظلوا واقفين بالجراج عبري ما يدخل يقول لي دخلنا العبري شلون أنا أدخل عبري شلون المشكلة لازم لها حل يعني لازم تتعاون جهات قوات امنيه ماسكه الارض والمرور والجراج. هسه مدير عام اكو نظافه اكو جهه امنيه المواطن مني طب يتفتش موجود السيد العميد تعال خلينا نتقرب له تعال خلينا نتقرب له. صباح الخير شباب اكو اشكال بال اوكي تمام شكرا الله يساعدك. شلونك شلون صحتك؟ زين الحمد لله. شلون شغلك؟ الحمد لله زين. وضعيتك؟ الحمد لله. وين انت شنو تشتغل؟ والله اشتغل هنا بالبيع اللي قدام. ها يعني عامل كاسب؟ اي عامل. والرزق الأمور ماشي الحمد لله. اي والله يلا الله يحفظك حبيبي الله يحفظك. تعال تعال تفضل ويانا. موجود السيد العميد سيادة العميد موجود خلينا نشوف اجراء حتى تقدرون تحلون مشكلة الجراج. سيادة العميد السلام عليكم. هنا مدير الجراج. سلام بيك.
قاعد ادور عليك مشتاقين نشوفك. الله يسلمك. ارسلنا بلواء فارس قال يتوجه للاشاره. صحيح. وياك عليك يعني لا عند التليفون يلا تتوجه يوم. لا يوميا نجي يوميا نجي ضروري هنا تعاونكم ويانا جدا يعني ضروري جدا. انتم تعاونكم ويانا احنا نشتغل بظلكم. احنا نشتغل بظلكم احنا موظفين مدنيين. ما مسدوده. شلون تقول سياده العميد اكو جراج زين؟ هسه لو تتفضل وياي وشوف الجراج موجوده سيارات ولا لا؟ بعد ليش الكيات ما يطبل؟ ما يطبل لانه السيارات يسمحوا لها تحمل بالشارع. يعني في حاله لازم احنا نسوي حمله بس احنا. اي اكيد لازم حمله. احنا نحجز احنا يوميا نحجز يوميا بس من تقاطع معارض يوميا لا قل عن السبب ليش ابو السياره ابو الكيمه يفوت الجراج؟ غير اكو شيء بالجراج؟ غير يمكن مثلا بيجي باية اكو وصل يدفعه؟ كل الوسائل موجوده وكل الامور. السياره اللي تفوت ايش قد تنطل الجراج؟ حسب كروته 5%. يعني ينخذ من عنده يعني ما دام ينخذ من عنده اذا يقول لك جراجي اعتبره لازم هي جباية لازم جباية ما دوله بس الحل شلون؟ الحل سياده العميد اللي امور حملاتنا مستمره يوميا نحجز بس هالمنطقه يوميا لا اقل عن 20 سياره نحجز يوميا بس كي حتى احنا بالمباشر نشوف هاي السيارات والحجز يعني والمتجاوز يعني وغيرها يعني يوميا اثناء تجوالي ببغداد واقف يوميا دا اقف مقابل الجراج مال البياع. شوف مفارزنا سياره العميد شوف مفارزنا تشتغل ولا ما تشتغل؟ انتوا لابسين مدنيين وما اعرف مفارزكم هو مدنيين طبعا لا بس من اقف قدام الجراج واشوف الجراج مسدود وما بي ما بي ما حد يدخل عليه. ماكو مسدود. اي تقول مسدود معناته جنيت يعني علينا. مفارزكم وين؟ ليش ما تطلعون؟ يوميا مفارزنا ودليل انه ايراداتنا ومخالفاتنا ماكو الا تطلع على التليفون. شلون على التليفون؟ لا ماكو على التليفون. هسه شنو شنو؟ وينقصر الوصل وراه لا ياخذون بالشارع ياخذون فلوس من السيارات. منو؟ هم ذول الهيئه. الهيئه ياخذون فلوس. وصولات تمشون عليها؟ لا وصولات شنو؟ وصل ما جبايه محاسبه مخالفين؟ طبعا وصل مخالفه مو جبايه. اي مخالف. اي السائق المخالف اللي يحمل برا نقطع له وصل مخالفه يروح يسدده ونسحب منه مقابلها مستمسك. بعد ما يسدد نطيل مستمسك ماله. ورا ما يسدد يرجع نفس يكرر نفس المخالفة. تعال تعال قد المخالفة مالتك قد المخالفة 25 ألف دينار و 30 ألف دينار 20 عمي ومن غير يوقفون ياخذون فلوس. اسكت عمي تسكت. انت شنو حضرتك سايق؟ لا مو سايق انا مواطن. المواطن هو هذا صحيح. هذا مو حكي. لا حكي صحيح. حكي صحيح. مخالفة 20 ألف دينار حكي صحيح ويكررها نفس المخالفة. شنو ذنبهم ذول السواق؟ بس نصيحة لهذا تعال شنو ذنبهم السواق ذول؟ السلام عليكم. شلونك عيني شلون صدرك شلونك بعد؟ الله يسلمك. هذا الولد ابو الاسود بالنسبه حشه الاخ او العميد، العميد اذا يروحون للجراج ما يلحقهم درب واحد. درب واحد ما يلحق. السبب خلاك يعني خليني اخي خليني اخي يا اخي. تفضل عمي تفضل. انت اسكت لا تحكي انت ما يلحق لا تحكي اسكت لا تحكي ما يلحقهم درب واحد واذا شافوهم هنا ياخذون فلوس يحطون بجيبهم. هذا صحيح. الهيئة هي الهيئة ماكو رقابة على الهيئة. هاي واحدة. اثنين هسه عندنا شعل احنا نريد من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ان يثبت العقود فورا فورا يثبت العقود. تمام عمو تمام هسه يجيك تمام سيادة العميد خلينا نشوف شنو الاشكال هذا اللي هنا أنا. ما ادري اليوم الحلقة مشكلة. تعال صباح الخير شلون شبيك عيط والله عمي وصل بدون ما فارغة سيارتي بالغران ولا انا فرم صعيد بالغران ما دست بريك ما عندي خط. انت مو بالهيئة؟ ما عندي خط. الهيئة واحد والمرور واحد. هذا وصل انقص بدون سبب. عمي والله ما واقف انت تتحمل هناك. والله ما واقف والله ما واقف اقسم بالله العظيم ما واقف ولا دست بريك. عمي الهيئة واقفين وقفوني ورديت طلعت. هذول الانسان هون بالقران الحج جاوا عمو وقفين. عمو ما واقف بالقران ما واقف. اي هذا جو يا عمي من الشرطه تريقت وجيت بالقران. ها هذا الثاني هذا حط احنا بالبيع احنا بالبيع زين خطه بعضه مسين يلا هي ما يطبون الجراج وين هذا الرجال وصل مخالفه بدون اي سبب. والله هذا الحج جو وياي نوع الوقوف هذا بعد العالم وياي
للامانه غير الموضوع ما واقف. انا اقول لك اياها بكل صراحه، اجي وياي الحاج انا ساعت من يم الجسر حتى يجي بعد ما يوقف هنا يروح يقرا ما وقف يقرا بالقران ما وقف. الحاج وياي ما اعرفه ولا ما والله ما يعرفني الوصل من الجسر بعد ثلاث. اي بس مو مالي ذنب يا اخوي، يعني انا منين ادفع هسه مشتغل ب 5000؟ الله يكون بعونك. ما عندي ادفع هسه الوصل، اذا ما ادفع يضاعف علي. يحاسبون العالم ما عنده، ما يحاسبون الصيف يحاسبون أول. غير بالحق هسه انا ما واقف انقص لي وصل بدون سبب. سبب هذا الحج وياي لم واقف قدامك عمي الاستاذ العزيز. انت خطك وين اخي؟ خط باب الشارجة بياع مطلوبة 66,000 ولي هذا انت مطلوب للجراج، يعني انت مطلوب للسيارة. لا الجراج ما هو ماكو جراج، ماكو جراج، ماكو جراج، ماكو جراج، انتو فشلتو مطلوب. انت لا كيرانا وماكو هيئة، كيرانا وماكو هيئة فما جددنا البحوث. صحيح هي بحوث مطلوبة، سيارتي كانت كيرانا وماكو هيئة بالشارع، هاي اليوم والبارحة جو الهيئة ويعني دمرنا دمار، ما تقدر تسدد الوصل، شغلنا للوصل ما يسدي. لانه هسه انا سيارتي فارغه ولا نفر بيها ونقص لي وصل وهاي السياره وياي العالم وحكت العالم قالوا لكم عمي بالقران ما صعد ولا نفر هاي قدامك. ها هذا وصل هسه هاي شنو الاجراء الصحيح؟ القانون ويا من؟ على اليمن؟ ما والله ما يعني ما ادري شنو هالفوضى هاي. السلام عليكم. شنو هنا هم سواقيات لو شنو؟ لا مو سواق. وين هذا بعد ابو الكيه هاي؟ لين قلت له الرجال سام هاي كلها تشتكي من الايه. اي عمو اي تعال. اي عمي هذا ابو الاحمر. انا ابو الاحمر جيبه خلينا نشوفه. مو راح تخلص. تعال تعال تعال. شنو هسه انت شنو يقول لي سيارتك مطلوبه ذاك الاسبوع انا دافع 60,000. سياره مو خطأ. خطه باب المعظم حسين مو السيارات اللي غير خطوطها تعتبر مخالفه عندنا. احنا بالنسبه لنا هاي خطوط البياع باب الشرجي، بياع باب معظم، بياع هذني. الاخ هنا خطه باب معظم حسين. استاذ شنو اسم حضرتك؟ انا اسمي سمير. استاذ سمير هاي العالم واقفه والمشاهد يشوف القانون لو يطبق بحذافيره لو ما لكم حق. لو يطبق بس اسمح لي لا يطبق بحذافيره الله يخليك. انا صار لي ساعه واقف لو ما احكي ويا السيد العميد حرام ما فد يوم شفت هيئه هنا. ما شفت فد يوم اهل المرور. انا بالاسبوع كم حلقه اطلع هنا كومه حلقات اطلع هنا ما فد يوم شفت هيئه. وينكم؟ ما نقعد دائما ربع ساعه هي شو نطلع على غير مكان ونطلع يم البازي خانه هي شو. يا اما تطبقون القانون على الجميع واكو شروط وقوانين يلتزم بها السائق ويلتزم بها المواطن وانت تلتزم بها ما لكم حق. ما نروح نقعد ببيوتنا يعني حضرتك مثلا؟ لا مو تقعد بس انت لو تحاسب الكل حاسب لو ما تحاسب بين واحد وواحد هسه تقدر تحاسب هاي الكيات كلها؟ اي زين هسه مو انت تسوي هاي لقاء هسه اتركني انا حاسب يعني انت وحدك بس هنا ايش كم موظف؟ هاي الموظفين كلها هسه اللي تشتغل هاي كل الموظفين اللي يشتغلون. يعني ما ادري شنو دور الهيئه شنو هسه انت شنو هسه انا اوراقي كامله إيه؟ بس صحيح خطي مو يعني مو هنا انا خطي ما عندي حول السياره ما عندي يعني على اساس يجي ياخذ ما عندي في حين هو خطه باب معظم حسينيه انا من هنا من الكرخ يعني انا ما عندي حول هذاك الاسبوع لازم يني باب الشرجي 60,000 مصفره السياره ما عليها كنا كل بحث عليها هسه شنو الاجراء اللي راح يتم اجراء نقطع له وصل مخالفه 20,000 يسدد حتى مرتب له يكرر او يغير خطه بما انه هو والله بعد ما عيد انا ما عندي مدرسه ابني اضربك على ايدك بالمسطره اقول لك بعد لا اسويها مخالف والله عجيب هالبلد هذا والله عجيب هسه الحل شنو ايش حتسوي له؟ اقطع له تقدر تغير خطه؟ هو يغير خطه شلون يغير خطه؟ يغير خطه يجي علينا بالحاسبه بالجراج يقول اريد اغير خطي مثلا باب معظم بياع 120 140 شلون؟ يلا يغير خطه ليش؟ خلاتي يغير خطه ب 100 انا ما عندي سياره يغير خطه ب 140 ل 150 ايه صح لو غلط لا تكذبني لا تكذبني انا حتى انا عندي حساب وياك انا عندي حساب وياك من اخلص يغير خطه يغير خطه 140 هذول المساكين هذول السواق هذول السواق يعطي 140 يغير خطه بياع كاظميه كاظميه بياع هالشكل هذا هسه احنا صح لو غلط هذا حكم هاني اي يقول لك صح رسول ايه
هسه نرجع لسالفتنا. هسه عمو خلينا نحل سالفة السواق. يلا حلها حلها. خلينا نشوف هسه ايش حيصير. شلونك سالفة؟ هلا وسهلا. هسه هاي الوضعية شو الراد لها؟ شنو القصيدة؟ شنو هي القصيدة؟ والله ما تجي تسمعنا اياها. على هيئة على هيئة اريد على هيئة القصيدة. يقول يا طرطرة ويا طرطرة ويا طرطرة. ايه. ويا الدنيا كلها قشمرة. ايه. الناس ممشاها كبر ورا مثل بور الجمل ممشاي كل اللي ورا وطقطق وطقطق لحرمر من يجي وكثر بخور المبخرة ومسح ايديها بجبتك لا يزعل السيد ترى باقي له ثلثين الشعب ولازم نحمده ونشكره مو زين خلى لك ثلث ما سجله باسم المرة. والسلام عليكم ورحمة الله. الله يكون بعون ناسنا واهلنا. الوضعية هاي عمو هسه الاستاذ على كيفك. يلا مشي. شو تمشي؟ مشي خلي يروح صيدلية. مشي يا عم الله يخليك. هاي المفروض اكو تعاون مثل ما ذكروا والكل تلتزم الكل تلتزم بهاي الامور. شلونك؟ دول قلبك صار راسي طيب. شنو طلبتك خذ؟ ما عندي طلب. زين شنو سايق؟ شو تشتغل؟ انا بقال. بقال شلون رزقك؟ والله الحمد لله وشكر. يلا الحمد لله وشكر. دول قلبك صار على راسي طيب. الحمد لله وشكر. وين هنا دائما انت بالتقاطع؟ ان شاء الله. ظاهر نشوف هالمشاكل كل يوم؟ هاي يوميا. على مدار 24 ساعة. ايه. والله متعلمين. الله يكون بعون. دول قلبك صار. الله يكون بعون. ها هسه انت بعدك طابق؟ انا طابق وصلي هيك مولي قصلي وصل مولي هسه من الوصل هذا هذا هو اللي بس هو مو اصلا مولي غير هذا باطل الوصل يعني ايش حسوي تعال ما راح اتداين داينونه اروح ادفع عنده عشرة مشتغله بعشرة ايش قد هو الوصل الوصل ب 25 اذا ما دفع يصير 50 وانا ما عندي عنده 10000 هو اما من ما تطبق جاك الذيب جاك ركض وهو ما ماكو داعي اطبق ويا الرصيب صعد عبريه وين ما تروح انا رايح وجاي اشوف العالم اطبق يصعدوا ويطلعون مو هيك هسه احنا مجرد نفتر لو وصلنا ندير بنزين تعال احكي احنا ما نقدر شو راح نشتغل ما نقدر هاي السواق كلهم خلي يجون هي مو مال يوم احنا نبغى باكر وعقب وصولات وش اسمه هسه انا قصدي بصل قدامكم حتى الولد نزل قال بالقران ما وقف خذ راحتك الحج جا وياي هذا الحج اللي جا هسه صاعد بالصدر جا وياي راد ينزل ما نزلته راد بس ينزل عمي نازل قلت له عمي المرور انزلك اعبر وطبقت ورا السياره نص طبقه وطلعت هو قصدي تروح له تقول له سمير شكرا يقول لك شكراً. والله انت طبق نشكرك نشكرك ما تضيع بوجه الله ما تضيع ان شاء الله تكيد داين فلوس ترى بالمنطقتي لا لا ما انا ما ادفع اليوم بس هو اقول لك هو ما بس اليوم ومو بس اليوم مو بس اليوم احنا شبعنا وصولات لو تغير خطك كل سياره عليها مليونين هسه انت هسه انت رجعت هاي وما راح ينقصك وصل غير خطك مو تشتغل على البياع غير ان شاء الله ان شاء الله والله بس ذاك الاسبوع 60000 هم يلزمونه قصوا لي 60000 يعني متبقى. غير خطك واخلص من هاي الدوخه لا ان شاء الله لو تغير خطك لو تشتغل على خطك ما معظم عشان يروح لا غيره لانه انا بنفتر والله غير خطك وان شاء الله عندي شكوى على مصرف الرشيد مصرف الرشيد طلع لنا بطاقه الحكومه قال الشكل وهم يقطعون شكل انا الشهر ذاك قطعوا مني 30000 دينار على مدير كارت وهالشهر قطعوا مني 6 شنو ما تقول لي هذا الكارت شنو؟ هذا الكارت شنو؟ سحري هذا الكارت؟ هذا النخيل النخيل ايه النخيل تروح للمدير هذا الرشيد هذا والنوبة المصارف المصارف الرشيد والرافدين حكومية يقول لك لا الا تروح لمصرف الرشيد يابا انا ما يهمني مصرف الرشيد والحل؟ الحل 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 بيجي الحكومة ليش يقول لازم شو تسوي الحكومة؟ لازم الحكومة غير يعني هسه هذا كارت هالكبرى ب 30000 دينار صايرة دعم شنو شنو ما نعرف والله ما نعرف بيد من يعني كل واحد يحكم بكيفه غابة هاي عمو غابة؟ والله ما نعرف خلي هم يفسروها لا إذا غابة خلي هذا هو خلي يشتغلون كيف شلونك؟ كلامك عمو هلا بابا يعني شو شيء ده شو بقولك يعني انت كاعلامي انت توصل صوت المواطن مو يا ترى الحكومه قاعد تنفذ انت اعلامي قاعد توصل هموم الناس هموم الفقير ها وانت شفت يا ترى يعني انت الاعلامي
يستجيب رئيس الوزراء، الوزير، المسؤول، البرلمان يستجيب للمواطن، يقول له فد يوم برلمان ينزل للشارع وحكى يقدرون ينزلون للشارع؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش ما ينزلون؟ يعني شو المواطن الواوي راح يعظهم؟ ويسووها ينزلون؟ ليش ما يسووها؟ ليش ما يسووها؟ ليش احنا قبل صدام كان يسووها؟ كان اكو حساب، اكو كتاب، الوزير الوزير هسه ماكو، انا اريد كرسي مالك وجت الانتخابات تعال انتخبني وتعطيني، يا ترى من يوم من وقت صدام لحد الان في اليوم سوى شارع بطل شارع مجاري ما اعرف شلون، تعال وصل قطع راتب ما اعرف شلون وصل 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 اني من 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 برك من بر من برمنا، يعني اكون ممنون لك، يا ريت توصل صوتي الى السيد مصطفى الكاظمي، يا ريت يا ريت يا ريت توصل، لان انا عسكري معوق وحتى التقاعد مالتي مو ذاك التقاعد مالتي، ناس وناس هسه غابه، هي غابه غابه على الفقير، غابه على الفقير، والا القوي ولازم ينظهره، لا يا ابوي بزول يحكي. سمعتوا وشفتوا يا حكومتنا الرشيده، شفتوا حال المواطن وشفتوا ايش دا يصير بي وشنو الوضع والظرف اللي دا نمر بي. هذا بكية من قلبة الدنيا عليك وانت وحدك، انا وحدي ما ايش قد حلو. هسه انا كيف اذا يطبق القانون مثل ما طبقوه عليك على الكل، نفرح ماكو اكو قانون بالشارع وما نحس نفسنا بغابه، اي اللي هو هذا الصحيح اللي المفروض يصير. تحياتنا للقوات الامنيه الماسكه الارض، وتحياتنا الى ابطال شرطه المرور اللي مواكبين حلقاتنا دائما بالشارع، وتحياتنا للمواطنين اهلنا وناسنا الفقره، الله يكون بعونهم والله يحفظهم. من وسط تقاطع البياع كان معكم الرشيد والناس، انتظرونا غدا ان شاء الله بحلقه جديده، اترككم بامان الله.